بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة ليكم وسلام. معاكم ثريا في الجزء الثالث. أنا شفت المسيح 5 مرات في حياتي، وفي الفترة الأخيرة قال لي إن أنا أتكلم معاكم على الإنترنت، بسأله عايز إيه يا رب؟ قال لي احكي. ودايما في حياتي بقول له تكن مشيئتك يا رب، فبدأت أحكي معاكم. الحقيقة الجزء اللي فات احنا ركزنا على جزئين، هو إن أنا ببني مسكن أو ببني كنيسة جوه قلبي. ركزنا فيها على 3 أجزاء مهمين، كان في الدار والقدس قدس الأقداس. وفي الدار قلنا هو يعني كل أساسه أقمع جسدي وأستعبده علشان خاطر الروح يكون لها القيادة، بعد كده في القيادة في المسيرة مع المسيح في الحياة. وكانت أهم حاجة بدأنا بيها إن أنا بتنازل عن الخطية، بدخل في المعمودية، بستمر في التوبة والاعتراف بصفة مستمرة، وفي سر الإفخارستية بصفة مستمرة، لحد ما أقدر أقدم جسدي كذبيحة حية لله فيشتم رائحة السرور. الجزء الثاني في القدس فيه القلب والعقل، والعقل بيستنير بالروح القدس، والقلب ركزنا على الأسباط، أخذنا الأسباط بحسب سفر الرؤيا، يعني المعاني الروحية للأسباط، وأخذنا المعاني الروحية للتلاميذ، والمعاني الروحية للأحجار الكريمة بحسب سفر الرؤيا، والتلاميذ بحسب إنجيل معلمنا مالي لؤى البشير. كان الملخص على السريع إن دي فضائل بتتكون وهي الأساس جوه قلبي للمسيرة مع الله. الأسباط بسرعة هركز، هقول ابتدأنا من يهوذا، اعترف بالخلاص، اتضع، جاهد وبسرور، خليك وديع، انسى الجسد وأعماله، امسك سيف الروح الكلمة، احتمل، انطلق بالكرازة، اثبت في الكرمة وهي المسيح، وخد قوة الروح القدس. دي معاني الأسباط. معاني أسماء التلاميذ عبارة عن أول حاجة كانت بطرس صخرة، صخرة الإيمان، خليك مختار لله، اختار الله فيختارك، خليك رجل حق في الطريق معاه، خليك محب لإخواتك وارحمهم، كلامك كلام النور، أعبر بحياتك للحياة الجديدة، امسك سيف الروح، استمتع بالبنوة، خليك مستنير وفي غيرة، شاكرا مسبحا ممتلئا بحب الرب. بتكون كده كنيسة سماوية جواك. بتبقى بدأنا باليشب، الكنيسة بتاعتك كنيسة مفدية سماوية نقية وأمينة نامية منتصرة ظافرة كاملة صافية مستنيرة حية خالدة جذابة ومأسورة بحب المسيح. دي كانت المعاني أو الحاجات اللي ربنا عايزهم جوه قلبي، بتنمو على 3 مراحل، الأسباط التلاميذ الأحجار الكريمة، وفي الآخر بقدم ذاتي أو إرادتي اللي هي بتتكون من العقل ومن القلب، بقدمهم على المسبح الذهبي علشان أقدر أدخل في قدس ربنا، يسمح لي بالقدس والاتحاد بالله في القدس. الروح ليها 7 مراحل هنتكلم عليها في جزء جديد أو في مرة جاية يعني. المهم كنا وقفنا عند إن المسيح أخدني عشان نخرج برا مصر. اسمحوا لي في كذا نقطة أنا عايزة أركز عليهم. أول حاجة في الأحجار الكريمة كان اليشب، ربنا بيقول يشب وما بيحطش ألوان، معناها إن اليشب ده ليه ألوان كتيرة بس كل واحد منهم حجر منفصل عن الآخر. لما بدأ يدخل في الأحجار بدأ يحدد الألوان. لما وصلنا الرقم 5 الجذع العقيقي، الجذع العقيقي هو عبارة عن 3 ألوان جوه حجر واحد اللي هو الأحمر والأبيض والبني. عايزة أقول إن ابتداء رقم 5 لأن الأصباط عبارة يعني 12 جوه القلب، وفي 5 بيمشوا بالتوازي مع الجسد، وفي 7 هيمشوا بالتوازي بعد الجسد لحد ما نوصل مع ال 12 اللي هو مع النفس. عايزة أقول إن في رقم 5 هو التنازل بالتمام عن الجسد عشان الروح تسوق هذا الجسد، بيتكون حجر واحد جواه 3 ألوان، يعني في اتحاد أو في انسجام بين الجسد والنفس والروح اللي هي ممثلة في 3 ألوان جوه حجر واحد. فدي أول نقطة عايزة أركز عليها. هقول حاجة تانية، إن الصليب ليها عرضتين، عرضة رأسية وعرضة أفقية. العرضة الرأسية هي التعاملات بين الله والإنسان، والعرضة الرأسية هي تعاملات الإنسان مع المجتمع، مع إخواته، مع الناس اللي حواليه، مع أسرته. دي العرضة التانية من الصليب. فعشان أكون صليب كامل فيه العرضتين. كان بالنسبة لي إن أنا باخد، لو همشي في طريق الرهبنة فأنا بتنازل عن المجتمع والناس وكل حاجة حواليا، فأنا بمشي بعرضة واحدة في الصليب. فدي كان بالنسبة لي أنا إن دي حاجة سهلة. طبعا الرهبنة ليها قدسيتها وليها إكليلها، البتولية ليها إكليلها، والزواج كمان ليه إكليله، لأنك هتجاهد بقى مش مع نفسك والله لوحدك، ده أنت هتجاهد كمان مع مجتمع كامل حواليك. طبعا الراهب برضو اللي بيبقى كاهن وبيخرج للمجتمع، كل حاجة في الحياة ليها إكليلها. الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها، إن إحنا ناخد بالنا إن ربنا قال لي يلا هنخرج ورايحين الجزائر. أنا كان بالنسبة لي الزوج هو الملاك اللي ربنا، الملاك المنظور هقول، اللي ربنا هيحطه جنبي عشان نمشي إحنا الاتنين مشوار الحياة لحد ما نوصل لملكوت السماوات، ومش بس ملكوت السماوات، لحد ما نوصل للاتحاد بالله. الحقيقة سافرت ورحت الجزائر. الجزائر كانت بالنسبة لي بلد غريبة، هي إن أنا بدخل مجتمع تاني خالص، في بلد ليها نظامها تاني خالص. الحقيقة كانت أكتر حاجة شداني في الجزائر إن إحنا كنا على جبال. الجبال دي كان ليها طرق عجيبة جدا. أولا الجبل تفضل تلف 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 الطريق لحد ما تطلع فوق الجبل، وبعدين تلف 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 لحد ما تنزل توصل البلد بتاعتك. يعني كانت المسافة بين الكنيسة والبيت بتاعنا كنا على مسافة 100 كيلو، بس ال 100 كيلو دول كنا بناخدهم في 3 ساعات. يعني عشان أصحى الصبحية الساعة 4، أمشي من البيت الساعة 5 عشان أوصل للكنيسة الساعة 8 الصبح، وطبعا برجع تاني ال3 ساعات دول آخر النهار. لما كانت بتبقى بقى يعني الجو بقى فيه ثلوج وتلج والجو وحش جدا، كنت برضو بلاقي جوزي قايم وصاحي ومنتهى النشاط، ويلا عشان نروح الكنيسة. بصراحة أنا كنت ببقى خايفة الجبال في الأوقات دي، مع التلج والضباب والحاجات دي كنت ببقى فعلا خايفة. لكن كان هو تشجيعه، أو يعني كان جواه شجاعة وبيقوم ويلبس ويلا ونتحرك، فكان ده بيديني تشجيع كبير. الحقيقة دي يعني كانت موجودة. يعني أنا عشان أطلع أسوق على الجبل، لأ أنا مش هطلع ومش هيحصل مني. يعني أول حاجة اكتشفناها في نفسي إن أنا كنت جبانة جدا، فلولا وجوده جنبي، لولا إن أنا هصحى وهروح الكنيسة رايح هنا. المشكلة كمان لما كنا نطلع على الجبل، هو طبعا كان بيتعلم سواقة جديد، ونبص مثلا نكون راجعين بالليل ومفيش كهرباء في العربية، يعني مفيش إضاءة، لازم تفضل واقف في مكانك، يعني تحضن نفسك كده مع الجبل في أي حتة بحيث تسيب العربيات تعدي. وعايزة أقول لكم مرة حصلت معانا، وصحيت الصبح لقيت العربية كانت واقفة على حافة الجبل مسنودة بحتة حجر صغير جدا. لو كان الحجر ده مش موجود كنت هقولك احنا كان زماننا في خبر كان. مرة تاني مثلا بنطلع على الجبل فيه نزلات فظيعة جدا، فمرة جينا نازلين وفوجئ واحنا نازلين نازلة جامدة جدا، بيقولي مفيش فرامل. طبعا انا اتلبشت بس بصيت لقيت نعمه ربنا بقى اللي بتتحرك في اللحظه دي، واديت له الفكره السريعه اللي لازم تكون في ثواني: امسك فرامل الايد وانزل الجبل كله بفرامل الايد. كنا بقى بنشوف الضباب ما تبقاش شايف حرف السكه فين، يعني ستر ايد ربنا مش قادره اوصف لكم كان ستر ايد ربنا ازاي. الحقيقه بعد مرور تقريبا حوالي سنه، ابونا الكاهن اللي كان موجود هناك كان ابونا امونيوس السورياني، اتخذت منه الكنيسه واضطر ان هو يرجع مصر. فبعد سنه مفيش كنيسه. في حدود بعد حوالي يعني سنه ونص كده، سنتين، ربنا ادانا بنت جميله. كانت بنت جميله جدا لدرجه يعني هقدر اقول لكم في تشابه بينها وبين سوره العذراء بطريقه رهيبه. البنوته الصغيره دي في 7 يوم احنا كنا بنعمل السبوع، فجالنا كل اصحابنا المصريين اللي حوالينا وناس عشان نعمل السبوع، وكانوا جايين بهدايا حلوه وكده. المهم البنت حصل لها زي الشرقه او اختناقه، فكان معانا دكتور مصري صاحبنا، فقال لنا بسرعه احنا لازم نروح المستشفى عشان البنت محتاجه الاكسجين. نطينا احنا ال3 في العربيه زي ما احنا بهدومنا جوه العربيه وجري عشان نروح اقرب مستشفى، بما ان المناطق جبليه اقرب مستشفى لينا على بعد 35 كيلو، يعني معاك نص ساعه، فوق النص ساعه كمان علشان نوصل المستشفى دي. المهم وانا قاعده في العربيه بقول له يا رب في ايه، فوجئت ان في صوت في ودني بيقول لي انا جاي اخد بنتك. قلت باسم الصليب. فبعد لحظات كده بفكر وبعدين بقول له في كل الاحوال يا رب انت معطي الحياه واخذها، الرب يعطي الرب يأخذ، ليكن اسمك يا رب مبارك. حكمت عقلي أكتر من عواطفي وبقول له على كل يا رب لتكن مشيئتك، بس من فضلك أنا عايزة منك حاجة واحدة بس. فبقول له أنا اديني 5 دقايق عشان أعمد البنت. أوكي، رحت بسرعة مع ريا البنت هدومها، وبدأت أفكر طب أنا دلوقتي قدامي ثواني وعايزة أعمد البنت دي ولازم مية. طيب مفيش حواليا مية، أنا في عربية فوق جبل. حاجة تاني قلت طب بسرعة شكي صباعك بأي حاجة، خرجي الدم وعمديها بالدم، إحنا عندنا معمودية الدم. قعدت أعض صباعي أعمل أي حاجة مفيش دم بيطلع، كأن الدم كله هرب مني. فبقول له طب وبعدين يا رب أنا أعمل إيه أنا دلوقتي؟ فبصيت لقيت الصوت تاني بيقول لي خدي من الفم، هنا في ميه. رحت فعلا واخده من الريق وبدات ارشم البنت واقول لها اعمدك يا ماري على ايمان امك باسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. وبدات ارشم البنت 36 رشمه زي ما بيرشمهم ابونا في الكنيسه في سر الميرون، بس أنا رشمت جسم البنت كله زي ما أبونا بيعمل بالظبط 36 رشمة. وكل مرة بقول لها أعمدك يا ماري على إيمان أمك باسم الآب والابن والروح القدس. أول ما خلصت 36 رشمة رحت مغطية البنت ملبساها هدومها، يعني قافلة كل هدومها، ولقيت نفسي بقول له اتفضل يا رب. بس حسيت كأن في ملاك أبيض جاي بياخد روح البنت وبدأ يطلع بشويش. أنا حاسة إن أنا شايفاه وبدأ يطلع بشويش بسرعة السحاب ويطلع لفوق واحدة 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 لحد ما اختفى من قدامي. ببص على رجليا فعلا لقيت البنت ماتت. فأنا قلت ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقام. حسيت بسلام جوايا لأني عمدت البنت. سكت خالص لأن الطرق جبلية ومش عايزة أعمل ربكة لجوزي وللدكتور اللي معانا. وصلنا شويه ولقينا نفسنا وصلنا المستشفى. نزل الدكتور بياخد مني البنت، بصلي كده وبيقول لي البنت ماتت. انا هزيت له راسي وقلت له ايوه. راح خد البنت هو وجوزي وجريوا دخلوا جوه المستشفى. الحقيقة أنا مشيت وراهم بشويش ولقيت كنبة في المستشفى، رحت قاعدة عليها وأنا في كل دماغي أشكرك يا رب إنك اديتني فرصة إن أنا أعمد البنت. رجعوا بعد شوية ومعهم تصاريح الدفن والحاجات دي عشان خاطر يعني هنروح هندفن البنت ماتت خلاص. دخلنا البيت طبعا، رجعنا لقينا الناس قاعدين مستنيينا، قلنا لهم ان البنت انتقلت وصلينا واخدناها وراحوا دفنوها هم الحقيقه في مكان يعني في الجزائر في الجبل كده في الارض. المهم انا جوايا سلام. فوجئت بعد ما عدى حوالي اسبوعين، احنا كلنا عارفين ان الشيطان بيبدأ يحارب، ومجال الشيطان فينا هو في عقلنا في الأفكار. فبدأ يقول لي انتي فاكرة انك عمدتي بنتك؟ فين الكاهن اللي المفروض يعمد بنتك؟ هو انتي فاكرة انك تاخدي من بقك كده وتحط لها يبقى خلاص هي كده اتعمدت؟ هو انتي فين؟ طب فين معمودية الدم؟ طب فين المية؟ أنا بصراحة دماغي بدأت تلف، ده أنا لو بنتي ما اتعمدتش ده أنا بالنسبة لي تبقى يعني حاجة صعبة جدا. قلت لا 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 لا، أنا بدأ الشك يدخل في دماغي، وبما إني ما بكدبش خبر رحت الصايمة ورحت بدأت أصلي، من فضلك يا رب بنتي عندك، بنتي دخلت السما، بنتي هي بنتك لأنك أنت اللي بتدينا الأولاد، الأبناء عطية من الرب، طيب من فضلك طمني. المهم قعدت أصلي الصلاة دي وأنا طبعا بفكر في الوقت ده هو المعمودية هي إيه؟ المعمودية هي غفران الخطية الأصلية وإن أنا أرجع ابني للمسيح. المعمودية هي الولادة الجديدة، هي إن أنا بتدفن وأقوم مع المسيح. المعمودية هي إن أنا ألبس ثوب العرس. المعمودية إن أنا باخد البنوة. المعمودية بيكتب اسمي في سفر الحياة. المعمودية إن أنا إناء مختار، إن أنا بكون خروف في قطيع المسيح، إن أنا بلبس المسيح، إن أنا باخد عطية الروح القدس، إن أنا باخد سكنة الروح القدس، إن بتعمل المعمودية فيا بالروح والنار والقوة. هتلاقوهم 12 حاجة، كل دي المعمودية. لو بنتي ما تعمدتش يبقى ما دخلتش الملكوت، من فضلك يا رب طمني. بعد اليوم أو في اليوم بالظبط 80 من ولادة الطفلة أنا شفت رؤية، لقيت المسيح واقف قدام جرن معمودية وعلى يمينه موجودة العذراء والقديسة رفقة أم يعقوب في العهد القديم، وعلى شماله موجود قسيس من ال 24 قسيس اللي موجودين على الكراسي في سفر الرؤيا، ووراه ملاك كبير، وأنا واقفة قدام المعمودية. هما كلهم رجليهم مش في الأرض، واقفين على ارتفاع حوالي نص متر من الأرض. بصيت لقيت المسيح ادى أوردر للملاك روح هات البنت. الملاك أنا كأني برضو شايفاه وراح وجاب البنت من الأرض، مجرد إن حطها في إيد المسيح رجعت لها الحياة. أخدها المسيح وقال لها أعمدك يا ميري على إيمان أمك باسم الآب والابن والروح القدس، وقالها 3 مرات وغطسها في جر المعمودية 3 مرات. بعد ما خرجها إداها لأبونا، لقيت أبونا في إيده زيت ورشمها 36 رشمة بالظبط زي ما أنا كنت بعدهم معاه. وبعدين بمد إيدي عشان أخدها منه لقيت المسيح بيقول لي لأ بنتك خلاص عندي. قلت له طب أنا ما جحدتش الشيطان. قال لي إنك عمدت بنتك ده بالإيمان، انتي جحدتي الشيطان. اطمني، بنتك عندي ودخلت الفردوس، روحي نامي مستريحة. وإدى البنت للملاك كأن الروح راحت منها ورجع تاني دفنها. الحقيقة أنا بصيت جامد على العذراء والقديسة رفقة، فراح قال لي كلمة جميلة قوي، دي أم العهد الجديد ودي أم العهد القديم، لأن العذراء أم المسيح ده العهد الجديد، ورفقة هي أم يعقوب العهد القديم. وكأنه بيشاور لي إن فيها عهد. وبكده أنا صحيت من النوم، عرفت إن المعمودية دي عهد، العهد اللي أنا بعمله مع الله علشان خاطر همشي معاه الطريق. وفعلا في المعمودية باخد ال 12 حاجة اللي أنا قلتلكوا عليها. المعمودية هي البداية، وسر التوبة والاعتراف هو الاستمرار في هذه المعمودية، وإن هو السلوك في حياتي. كل حاجة ليها قسمين، التوبة مثلا ليها قسم زي في الابن الضال رجع لنفسه وتاب، بس الجزء التاني ايه؟ أقوم وأرجع إلى أبي. لو هو تاب وما قامش ورجع لأبوه يبقى عمل زي يهوذا اللي ندم لكن ما قامش ورجع لأبوه عشان يغفر له هذه الخطية. المعمودية ليها جزئين، العهد اللي بعمله مع ربنا وباخد فيه كل الحاجات دي اللي هي الطبيعة والبنوة وأرث الملكوت ويكتب اسمي في سفر الحياة والحاجات دي كلها، وبلبس المسيح وبتتغير طبيعتي، لكن لازم أقوم وأمشي الطريق اللي هيوصلني لملكوت السماوات وهيوصلني للاتحاد بالمسيح. يبقى الجزء التاني في المعمودية هو النمو بالجهاد في حياتي ونعمة ربنا والروح القدس اللي هتشتغل معايا في هذا الطريق. زي ما قلتلكوا جوه القلب في مشوار نمو، ومع الجسد في مشوار نمو. اتغيرت طبيعتي لكن لازم أفضل أنمو بهذه الطبيعة لحد ما ألبس المسيح وألبس الروح القدس وألبس النور وأتحد بيه، فأخد من طبيعته السماوية الإلهية. الحقيقة دي المعمودية. بعد كده احنا كنا قاطعين تذاكر عشان نسافر نعمد البنت في انجلترا، لأن دي كانت بالنسبة لنا أقرب كنيسة في الوقت ده. احنا كنا قاطعين التذاكر هنسافر باريس في انجلترا، فقال لي ما يلا نسافر، قلت له يلا بينا. الحقيقة سافرنا، بعد كده رحنا باريس، ومن باريس رحنا لندن، وفي لندن دخلت كنيسة ماري مرقس. الكلام ده كان سنة 81. لما أول ما دخلت الكنيسة بتاعت ماري مرقس، أنا أول مرة بسافر باريس وأول مرة بسافر لندن، يعني أول سفرية كانت الجزائر، بعد كده باريس، بعد كده لندن. لما دخلت الكنيسة في لندن أنا حسيت إن الكنيسة دي مش غريبة عليا. رحت داخلة بسرعة ناحية جرن المعمودية. أول ما وقفت قدام جرن المعمودية أنا صعقت، أنا حسيت برهبة، لأن هو ده المكان اللي كنت واقفة فيه مع المسيح والقديسة رفقة والعذراء مريم والقسيس اللي من 24 قسيس والملاك، وهو ده المكان اللي أنا شفته في الرؤية وتعمدت فيه أو تعمدت فيها ميري. لقيت نفسي بقول له أشكرك يا رب على نعمتك وبركتك العظيمة، إنك بتثبت لي في كل وقت إنك إله عظيم. عايزة أقول لك في أي وقت تحس إنك مهزوز وفي موقف عاطفي، يعني حالة وفاة، حكم عقلك وحاول تنسى العاطفة على جنب. لكن لو لقيت نفسك في موقف عقلاني، لأ، دخل العاطفة، لأن العقل لوحده بيكون قاسي. الله اداني العاطفة واداني العقل عشان جنب بعض يحصل حاجة اسمها التوازن، توازن في عواطفي في قلبي والتوازن في عقلي، وعشان إرادتي تبقى وشخصيتي تبقى شخصية متزنة. نقطة الاتزان دي بتبقى نقطة عظيمة فينا. الموقف اللي بعد كده اللي حصل، أنا لما رجعنا الجزائر أنا بدأت أشتغل. لما كنت بشتغل اشتغلت في مدرسة على بعد حوالي 30 كيلو من المكان اللي احنا فيه، فكنا متفقين مع السواق إن هو بيجي ياخد الناس اللي موجودة في البلد دي بياخدهم للبلد التانية. أنا اشتغلت مدرسة في البلد التانية، فبيجي السواق بعربية بيجي ياخدنا كل يوم الصبح، كنا 5 أنفار، يودينا وبيجي ياخدنا آخر النهار يرجعنا. في يوم كان نزلت تلج جامد جدا، وأنا طبعا يعني معرفش طبيعة البلاد قوي، لكن عايزة أقولك أنا ما حبيتش إن أنا أخد الأتوبيس، لأن الأتوبيسات مع الملفات في الجزائر أسفة في التعبير كانت الأتوبيسات بتبقى ريحتها وحشة قوي، لأن كانت الناس بتتقيأ كتير فبتدخل الأتوبيس لا يطاق. فالحقيقة عشان كده جوزي جاب العربية دي، هو ما كانش يقدر يوصلني لأن هو معاه عربية، بس ما يقدرش الصبحية يوصلني ويرجع ويروح المدرسة بتاعته الشغل بتاعه، ما كانش ينفع. فالحقيقة في اليوم ده كان فيه تلج جامد جدا، ولقيته جاي بالعربية لوحده، ما كانش معاه أي حد. أنا نزلت وركبت، طبعا العجل بيتحط عليه سلاسل عشان يقدر يطلع الجبال وحاجات زي كده. طلع الجبل عادي الطريق بتاع كل يوم، بصيت لقيته راح داخل في الجبل في حتة كده لجوه، فبقول له أنت رايح فين؟ قال بس الطريق في التلج في الجبل في الحتة دي بيبقى أسهل. هو دخل في الجبل. أنا بصراحة يعني أنا شاكة النهاردة إن الراجل ده مش مظبوط، بس أنا سكت، بصيت ودخل في الجبل كده شوية، وبعد كده قال لي إيه العربية عطلت. أنا بصراحة العربية عطلت دي ومفيش صريخ ابن يومين، لأ أنا فعلا حاسة إن الراجل ده مش مظبوط النهاردة. رحت بصراحة فاتحة العربية ورحت خارجة منها وجريت على آثار العجلة بتاعت العربية عشان أرجع للطريق الرئيسي. طبعا هو فتح العربية ونزل جري ورايا، أنا بجري وهو بيجري ورايا، فأنا بقول له رحت رشمة الصليب على نفسي، وبسرعة رشمة الصليب على الراجل، وبقول له يا رب مفيش إلا أنت. أنا دايما أقول له أنت الأول، ما أقولوش أنا الأول، لا مفيش إلا أنت وأنا والراجل اللي بيجري ورايا ده. الحقيقة أنا استمريت في الجري وهو بيجري، وشويه خاف على عربيته شكله كده يعني، فراح رجع. انا استمريت وبقول له يا رب دلوقتي انا عملت اللي عليا وهربت، ممكن بقى تقول لي انت هتعمل ايه؟ واول ما وصلت على الطريق الرئيسي فوجئت ان في اتوبيس جاي. طلعت ركبت، والاتوبيس رايح مكتوب عليه من بره ان هو رايح البلد اللي انا رايحاها، وطلعت وركبت الاتوبيس. الاتوبيس ده غريب جدا، الاتوبيس ريحته حلوه قوي، لسه طالع من مصنع جديد نوفي. طبعا الدنيا كانت برد جدا، اول ما دخلت وقعدت حسيت بالدفء قوي، حسيت بالسلام. الاتوبيس فاضي خالص، ما فيهوش ولا نفر. الانسان اللي سايق الاتوبيس شكله ملائكي، مريح جدا. حسيت يعني باحساس غريب، الاتوبيس ده مش طبيعي، بس أنا كنت مبسوطة ودافيانة وقاعدة وكويسة. بصيت لقيت الأتوبيس جه عند الإشارة اللي قدام المدرسة بتاعتي أول ما وصل البلد، وبصيت لقيت السواق بيبصلي كأنه بيقول لي أنت عايزة تنزلي هنا؟ فأنا رحت قايلة له طب من فضلك أنا ممكن أنزل هنا؟ قال لي آه، فتح لي الباب ونزلت ودخلت المدرسة. أول ما خلص النهار طبعا أنا هرجع إزاي؟ رحت رايحة على موقف الأتوبيسات، وانا قاعده على الموقف بصيت لقيت ناظر المحطه او الراجل يعني اللي هو مسؤول عن محطه الاتوبيسات راح جاي لي بيقول لي يا مدام انت قاعده مستنيه ايه؟ قلت له الحقيقه مستنيه الاتوبيس. فراح قال لي احنا من امبارح مفيش اتوبيسات خالص، لان مع سوء الاحوال الجويه لا عندي اتوبيس جه ولا اتوبيس مشي من امبارح الصبح. أنا بصيت للراجل كده وبلمت بقول له إيه؟ قال لي يا مدام بقول لك مفيش أتوبيسات من امبارح الصبح. أنا لسه مبلمة كده، بصيت لقيت الحقيقة جوزي جاي ومعاه واحد صاحبه، لأن هو ما كانش عنده السلسلة اللي يركبها على عجل العربية، فجه مع صاحبنا مصري. وقال لي لما الراجل السواق جه قال لي إن عربيته عطلت، فهو جه أخد يعني هو وزميله عشان يرجعوني. أنا رجعت البيت بس في كل دماغي إيه الأتوبيس اللي أنا كنت راكبة فيه. لقيت نفسي بقول له أشكرك يا رب، أنت فعلا اذكرني في وقت الضيق، أنقذك فتمجدني، المجد ليك يا إلهي وحبيبي وكل حاجة في الدنيا. تاني يوم الصبح أنا لقيت الراجل جاي عشان ياخدني هو ومعاه الناس. الحقيقة أنا من جوه قلبي بجد أنا مش بعرف أشيل من حد، فلقيت نفسي من جوايا أنا فعلا مسامحاه. فنزلت ركبت جنبه عادي، فراح قال لي يا مدام أنا متأسف. فقلت له وأنا كمان قبلت الأسف، وما زودناش ولا كلمة أكتر من كده. ورجعت تاني بركب معاه كل يوم، بس أنا قررت إن هو لو جه وما كانش معاه حد أنا مش هركب تاني معاه العربية. واستمريت كده، وفعلا من جوايا بقول له يا رب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده فعلا اللي جوايا. وبعد كده بعد شهر واتنين اتنقلت وجيت لمدرسة في البلد اللي احنا كنا ساكنين فيها. أنا عايزة أقولك دي كانت أول حاجة يعني كانت موجودة، أو يعني أول رؤية شفتها، وأول أتوبيس كان يتبعت لي. بقول أول أتوبيس لأني هقول لكم على حاجة تاني بعد كده، حاجات زي كده كتير. نعمة ربنا كبيرة وسندته لينا كبيرة. كل اللي ربنا بيقوله لك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي. اعرف إنك غريب على الأرض، إحنا على أرض الغربة، ووطننا الحقيقي هو فوق في السماء. إلهنا فوق ومعانا، وهو دايما معانا. أنا مش هقول أكتر من كده النهاردة، طولت عليكم، وهشوفكم المرة الجاية مع التجربة الأصعب أصعب أصعب من كتير من اللي أنا عديت بيها. لتكن مشيئتك يا رب في كل شيء. أنت إلهنا الحي، ليك كل الملك والقوة والمجد والبركة والعزة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين. أشوفكم المرة الجاية.